كيف بتعمل ايه؟ ردي في البان يا معلم. طب واحنا يوم اخذناها من المزارع يا اخذناها متنطفه ولا اخذناها متنيله على راسها وراس ابوها زي كده؟ شاك براكبه؟ الضمير وين يا معلم؟ الضمير؟ انت يا دي حابك معاك الضمير لك اسبوع الضمير الضمير الضمير، بقول لك انا كاشف وريقي ناشف، اوعى تتعبني. اديها زي كده بعبالها للزبون. اتق الله. اه؟ اتق الله. وعد انت قد قلبه معاك بمشي خليع على الصبح ها؟ ما ينفعش يا معلم يا معلم. احنا دلوقتي مش جبناها من المزارع شاك براكبه؟ يبقى كله على راس الزبون. لازم نظافه يا معلم. لا مش لازم نظافه، بيعملوها ويكه وكله بيروح في البطل وخلاص. اوعى تلنطف سيبها خلاص سيبها. فك روح خش افرز لي الطماطم. السلام عليكم. السلام. معلم يا عمال كل سنه طيب. انت طيب؟ عايز كم كيلو؟ اوزنهم زي ما يطلع. ٣٠ جنيه يا باشا. تمام. عايزين بقى بطيخه حلوه كده زي اللي بنسمع عنها دي. هات بطيخه لعمك ياد من بره، نجي له واحده ياد. حاضر يا معلم. اه نجي له واحده من بياخدوها لعيبه الكوره الناس. تمام روح. حاضر. اه يعني هم احسن منك لعيبه الكوره يا باشا، تاخذ الحاجة النظيفة انت. ويا عمال. تمام والله. انت طيب. انت طيب يا فندم. والله جاي. واحدة كويسة لعمك يعني. الناس بيقولوا لي والله عندك بطيخ حلو مسكر والله. يا باشا احنا شغالين بالسمعة. الله يسلمك. يا معلم. اعلمها لك يا باشا. اه اعلمها لي نشوفها ندوق يا باشا. اه. عشان ندوق. لا هتدوق يا باشا حاجة زي العسل. حاجة بالصلاة على النبي. اتفضل يا باشا. السلام عليكم. بطيخه منوره بتقول كلني كلني. ادوق بقى بعد اذنك. اتفضل يا باشا. بسم الله. دي مسخه سم يا فهد. مسخه؟ مسخه سم والله. مسخه ازاي يا باشا؟ ادوق انت كده؟ يا مالها بحالك بالضمان. طب انا اعمل ايه طيب انا؟ ها؟ امال انا جاي لك ليه طيب؟ ما انا جاي لك عشان اجيب اديني حاجه مسخه. خدها 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 لعمك اديها لك بنص الثمن خد. لا أنا. تعالى ما شوي السكر يا دمان. بعد ما علمناها مش هياخدها. الضمير يا معلم. الضمير ليه حابك معاك يا الضمير انت؟ حط لي لا شوي السكر بس. كمان على كده بس على كده تمام. ما ينفعش يا معلم. دوق يا معلم. ما لسه دقيقة يا خالد. يا ابوي دوقها تاني. بكون كنت باكل لك حته حلاوه طحانيه ولا سندوتش مربى. قلت يا ندوق يعني ايه يا نعم يا نعم. اللهم صل على النبي. ما جبتها من وين دي؟ ها؟ ما احنا لسه دايقينها مصر. طلعنا لك واحده تاني غيريها جوا يا باشا. هات كيس لخالك يا 50 جنيه يا باشا. ما لسه دايق نفس البطيخه خالك. يا باشا يا باشا ما اكل لك تلقى حته ملبسه. هات الفلوس يا باشا. أنا مغير الأحوال. يلا يا باشا بعد. يلا يا باشا بعد. كم يا معلم؟ 50 و30 80 يا باشا. وصل عمك يا. هذا. هجيب تاني أنا، لو عجبتهم في البيت هجيب تاني. هتعجبهم إن شاء الله يا باشا. ماشي. وصل عمك يا ابن الغالي تكبر. السلام عليكم. مع السلامة يا باشا. ايه فياد؟ تمام يا معلم؟ اوعى تنقي ياد. لا يا معلم. كبير وعلى صغير وكله شايل بعض، واحنا بنجيبه من التاجر زي كده. كله يا معلم زي تمام يا معلم. متزرعين وما تخليش اي زبون ينقي. تمام يا معلم. تمام. مش زبون ينقي الكبيرة وسيب لنا احنا الصغير. حاضر يا معلم. نسيت اقول لك. اه. عايزين سكر، السكر خلص. ايوه فكرتني، روح هات لنا لفتين سكر عشان في عربية بطيخ جاية. حاضر يا معلم. يلا توكل على الله. حاضر يا معلم. عشان عربية البطيخ الجاية نحط عليها سكر للزباين زي العربية اللي عدت. طب والضمير يا معلم؟ يا دي يا شغلة انت الضمير معاك انت يا غوط. حاضر يا معلم. قول توكل على الله. بعنقك العامل زي رقبة القلة ده. ايه حكاية الواد ده؟ الضمير الضمير ما اشتغلنا الأسبوع اللي فات بالضمير البطاطس عفنت.
معلم. ايه فيات؟ البتنجان الابيض ديتي مش شغال. الناس بتسال على الاسود. وده اللي مش بياخدوه. ما مش عارف. عايزين بتنجان اسود؟ عايزين اسود هم. طب روح تلفق لي علبتين ورنيش اسود. ورنيش يا معلم. ها؟ الضمير يا معلم. 100 مرة اقول لك الضمير. يا ابن ها نديه نورنيش اسود خليه يمكن سود وخنطلعه من زبانة السم يا معلم. ما ينفعش يا معلم. زبانة السم؟ اه سمي سمك انت. ما السنة اللي فاتت ورنشنا البجنجان كله في حد قال لي بطني. السنة اللي فاتت ما كنتش معاك انا. طب اتوقع على الله. يلا يلا شوفك العيشة. على الوضع ده معايا انا. صفي لي. صفي لك؟ انا بقضي فرد بفرد. ليه شغال في مصنع السكر انت صفي؟ يلا اتوقع على الله. يلا. اه يلا روح شوف شمك وبكره تستاهل. ما تغش الشنف ليس منا يا معلم. طب توكل على الله. كل اللي يجيبه يشتغل معاي يتمشخ فيها انا. روح طب روح 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 لخبطهم مع الاسود. طب خليه يطلع. ما السنه اللي فاتت اشتغلنا السنه كلها بالورنيش. ايه الهواي اللي بتاعتنا دي؟ طب هنقعد قبال الضمير؟ طب البطاطس عفنت والبصل. قلت لله يا اخي الواد مضايق خلايقي وانا لسه كاشف وريقي ناشف. هات العنب ياك. حاضر يا معلم. خد. عارف الحاجة نزاكة؟ اه معلم. اللي ساكنة في وشنا؟ اه معلم. هي طالبة 2 كيلو عنب بس هي عندها زهايمر. اه. اديها من شوية العنب نص كيلو وقول لها 2 كيلو ما عرفهاش. طب وزنهم يا معلم ما ينفعش ازاي 2 كيلو يا معلم؟ بقول لك عندها زهايمر ياد ما عرفهاش. ما ينفعش يا معلم. ما ينفعش ازاي؟ من غشنا فليس منا. اوزن في الميزان. حللنا. وديها الكيس ده وقول لها المعلم الضوي جايبه له. غور. غور يا معلم ما ينفعش. يا غور هات لي برشام. يا مالك يا معلم؟ نفس ياد. يا ساتر. افتح. غيبوب السكر دي. اه تعال يا معلم. هات لي هوايا. هوي لي. عادي يا معلم الامر لحظه يا معلم. ها الامر لحظه. نفس ياد. ها الامر لحظه. حاضر. اخرة الباطل دي. ها اخرة الباطل. لا تاني باطل يا عاد. اخرة الباطل. شوف الامر لحظه. ودي كيلو لو للحجة نزاكة. وديها كيلو نص تاني. هذا الوقت بعد ما انت خلاص رايح. ها شفت الامر لحظه. هات لي ميه ساقعه. هات لي ميه ساقعه. اخرة الباطل. هات لي مي ساقعات. سلام سلام. يلا هات مي.